من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيدي عبد الله الشريف هو اللي هو الولي القطب اخترنا اسمه باسم الباب اللي كان عنده هوني مهمة عسكرية مراقبة في المداخل بتاع تونس. المكان هذا شاهد تاريخ روحاني وتاريخ شاهد في اجتماع بتاع خيرة أهل الله وأوليائهم. أوصى سيدي بحسن الشهادي رضي الله عنه وارضاه بمريديه أن يصلي ولو ركعتين في هذا المكان لما يحتويه من أسرار. بالنسبة لسيدي عبد الله الشريف بطبيعة الحال هو أحد أصحاب الأربعين سيدي أبو الحسن الشهادي اللي قدس الله سره الشريف اللي من جملة أربعين صاحب. كنقول أنه في المكان هذا كان يجمع سيدي أبو الحسن الشهادي رضي الله عنه سيدة منوبية وسيدة حطاب. مش نحكيه على الناس عاديين، نحكيه على الناس خصهم الله بكرامات وخصهم الله بأسرار. هذه ترث محمدي تعودنا معتها نحضره نجيه بعد البركارة، وربي سبحانه هو اللي قال مش احنا ويقول الذاكرين والذاكرات المؤمنين والمؤمنات، اللي يجمعنا هو حب الله حب رسول الله. سيدة الحطاب وكان سيدة منوبية رضي الله عنه وأرضها وسيد بحسن الشادي ليلة الجمعة يجتمعوا في هذا المكان، وقيل أنه تجتمع فيه ديوان أهل تونس كامل يجتمع ينعقد يوم الخميس ليلة الجمعة في مثل يومنا هذا. فما برشا مشاهير متصوفات أبرزهم هي سيدة منوبية، كانت تلذنت على سيدي أبو سعيد الباجي وبعد رفقة سيدي بالحسن وصار هو المعلم الروحي تاعها، والعديد منهم يعني مش معروفين اما العديد موجودين، يعني اللي يخاف في علم التصوف يعرفهم وينجم يدرس على مناقبهم ويتعرف عليهم. سيدي عبد الله الأسمر في احد رواياته عن سيدي محز بن خلف قال ما من ولي الا معناها كان يوصي وانه من الاقلام لا تتركوا هذا المقام، ما من ولي الا وله قدم في هذا المقام. وكان يسمى هذا المكان هو كندرة الأولياء، فهمتي؟ ولا موجود في كتاب عند الأستاذ السي الحشيشي رحمه الله. ونكتب المغارب المقام. كندرة الأولياء بمعنى معناتها ما يولى الولي الولاية حتى يتعدى بهذا المكان، فهمتي؟ أيضا هذا المكان. وحاجة أخرى كما قال الحشيشي في كتاب عادات أهل تونس، خمسة أماكن يقام فيها العمل الشاذلي اللي هي في جبل الزلاز حاليا، وخلوية سوق البلاط، وزاوية سيدي محرز بسويقة بين قوسين، وجبل شادة اللي هو سيدي علي الحطاب، والمكان الخامس اللي هو هنا سيدي عبد الله الشريف نزيل التوفيقية. العامة ظن اللي هي زيارة الأولياء كان للماكلة ولا للذبحان ولا للشرك بالله، لا لا، احنا لهنا نزور الأولياء لإقامة مجالس للذكر، لذكر للقاء الدينية، للمديح لسيدنا صلى الله عليه وسلم. هذا هو شنو اللي يجمعنا في في الزوايا بصفه عامه. الناس تحب انه تحصر المقام في مجرد قبر او تابوت، ومش مش هذا صحيح. المقام وطريق الله واجتماع اهل الله جميعا اجتمعوا كلهم على كلمه المحبه، اجتمعوا على السلم، اجتمعوا على الدعوه الخير، اجتمعوا على معنى قلب على صفاء. من جايين في 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 السياق فولكلوري ولا رابط روحاني يجمع بين الكل. هذا مقام الاحسان، معناتها سيدنا رسول الله اللي حكي عليه الحديث الشهير وقت اللي جاء سيدنا جبريل وسالوا على الاسلام وسالوا على الايمان وسالوا على الاحسان، كان جوابه يعني الاحسان هو ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تراه فانه يراك. يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل الناس بنيام. قال بنيام يعمل هذا كل يدخل الجنة بسلام، لأنه كل ما يجمع أهل الله وكل ما يجمع الأحباء في الله هو هذا الرابط الروحي المعنوي. هو في التصوف سيدي ما هوش حاجة جديدة على البلاد التونسية، جاء من العصر الوسيط كان التصوف والأولياء ما شاء الله كانت منتشرة بعدد مهم جدا، يعني
إذا كان إذا كبش نستند على الأرشيف الوطني وفما جرد صار لزوايا البلاد التونسية في القرن 19 وعادة الطرق الصوفية اللي كانت موجودة في البلاد التونسية، على ما أذكر كان فما قرابة 19 طريقة صوفية وما يقارب 510 زاوية منتشرة على البلاد التونسية، وما هذا ما يثبت أهمية الزوايا ودور الصوفية اللي كان يلعبوا في البلاد التونسية وخاصة في العصر العثماني. ونعرفوا اللي السلطة المركزية كانت ديما يعني بالقرب من الأولياء وبالقرب من مراكز التصوف. العمل اللي هو العمل الذي يقام في المغارة الشاذلية يعاد معناتها هنا بحذافيره القرآن والأحزاب وذكر الاسم والأحزاب، جمع حزب جمع وظيفة جمع حزب جمع وظيفة كما يقام في المقام الفوقاني، والعمل اللي هنا هو تبعا للمقام اللي هو الأساس. تنصر من تشاء وأنت عزيز الرحيم، أسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترات للقلوب عن مطالعة الغيوب، فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان، وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء. يجي من بعده ويدخل معناتها من هنا بالكاروسة تاعو ينحيك اللباس الزرقاش معناتها واللباس زي هذاك تاع البيات وكذا، ويخرج معناتها بلباس معناتها مع أهل جمع زيتون معناتها جبل قمرية معناتها وعادي. يعني هذا الفضاء الواقع في أولا في تخوم المقبرة الملكية الحفصية وفي تخوم باب غدر اللي هو باب سري في ابواب قصبه مدينه تونس، اصبح يسمى باب سيدي عبد الله، سيدي عبد الله الشريف يعني، لارتباطه بتوديع الداي للباي حينما كان يخرج بالمحله وهي عسكر الباي المتنقل لجمع الجبايه قبل اتجاهها الى الشمال الغربي لاخذ مباركه يعني الولي من ناحيه، واني اضفاء الشرعيه على تنقل الباي لجمع الجبايه حتى يكون جمع الجبايه يعني سلميا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الله الله الله. حيث الجذور جذور سيدي عبد الله الشريف واضح من اللقب الذي يحمل اولا وهو الشريف، وواضح كذلك من يعني تسلسله الولائي الذي يعني يصل الى سيدي عبد الله بوجليده وسيدي محمد السايح والشيخ عيسى في جهه تطاوين، واضح انه يتصل
يعني حقيقة أو ادعاء يعني البيت بالبيت النبوي الشريف. لماذا سميت مقبرة الشرف؟ ما هو علاقة سيدي عبد الله الشريف بجامع الصفصافة؟ أيهما أسبق تاريخيا، جامع الصفصافة أو الولي سيدي عبد الله الشريف؟ وهل زاوية الولي هي امتداد لجامع الصفصافة؟ ينبغي أن نميز بين جامع الصفصافة من ناحية وزاوية سيدي عبد الله الشريف. يعني جامع الصفصافة أولا نجد في كتب المناقب يعني سفرا خاصا به، لأنه من الأماكن العبادة يعني الأثيرة لدى الصوفية، بالإضافة إلى يعني مكانين آخرين مقدسين هما الخلوة المحرزية من ناحية والمغارة الشاذلية والمقام الشاذلي بجبل التوبة جبل الجلاز حاليا. المسجد لم يذكر في مثال دفتر سنة 1756، كان يعرف بمسجد سيدي بو عبد الله، لم يكن يعرف بمسجد الصفصافة، وهذه التسمية نسبة لشجرة الصفصاف شأنها شأن جامع الزيتونة. لا أجازف حين أقول إن مكانة جامع الصفصافة عند الصوفية تضاهي مكان جامع الزيتونة عند الفقهاء. هذا الجامع الذي أكدت جميع المناقب وجميع الدراسات التاريخية القديمة أو المصادر التاريخية القديمة أنه هنا هذا المسجد الصفصافة جمع مقبرة أو قرب مقبرة للأولياء، ويعرف بقنطرة الأولياء أو به ديوان الأولياء، وهو المكان المحبذ لاجتماع الأولياء وممارسة طقوسهم الشعائري. ولعل بعض إشارات المنقبية للولي محرز ابن خلف تؤكد وجود خلوة للولي سيدي محرز ابن خلف قرب جامع الصفصافة. يذهب برانشفيك إلى أن جامع الصفصافة جزء من زاوية سيدي عبد الله، لكن البحوث الأثرية الحفريات التي وقعت في التسعينات توصلت إذن إلى إبراز بيت الصلاة من ناحية وجزء من مأذنة جامع الصفصافة. تاريخيا ومعماريا لا نجد مساجد في المقابر، المساجد تبنى دائما للأحياء، والمساجد تبنى دائما داخل أسوار المدينة أو حتى خارج أسوار المدينة أين كان هناك تجمعات سكنية. لكن أن نجد مسجدا وسط مقبرة فهذا يثير الاختلاف. لكن صيت هذا المسجد الذي هو موجود كمسجد كان قائم الذات، حتى أن الحفرية الأخيرة المعلومات للأثار 1996 أكدت وجود مئذنة ووجود صحن لهذا الجامع، إنما هو مركب معماري. لكن هذا المكان أجمع جميع المؤرخين وجميع المصادر المنقبية على أنه قنطرة الأولياء وهو المكان المحبذ للأولياء. في إطار اندثار المعالم أقول أن هذا المسجد اندثر ولم يبقى منه إلا مئذنته، لكن حتى المئذنة اندثر أعلاها وبقيت فقط القاعدة التي هي عبارة عن بيت صغير. ما كانت هذا الولي تكمن أيضا في ارتباط اسمه بأحد أبواب مدينة تونس، باب سيدي عبد الله غرب مدينة تونس نسبة إلى هذا الولي. هذا الولي الذي تذكر بعض المصادر على غرار وزير السراج وعلى مصدر متأخر على وجود 400 ولي دفين تلك المقبرة، إضافة إلى 600 وهناك ما نذكر 900 شهيد. وهنا أربط بين المؤسستين، مؤسسة جامع الصفصافة من ناحية أي سيدي عبد الله الشريف حاليا، وجامع ثاني. جامع ثاني هو جامع الهواء الذي بنته الأميرة عطف بساحة معقل الزعيم إذن حالياً وبالمدرسة التوفيقية. لماذا هذا الربط؟ لأنه في الحقيقة ليس بإمكاني أن أعرف هوية عبد الله الشريف إلا إذا ما توقفت عند شخصية ثانية، هي شخصية يعني أبي عبد الله محمد ابن أحمد ابن علي الشريف الحلبي، الذي كان في نفس الوقت شيخ التوفيقية من ناحية والإمام الخطيب بجامع لهواء. هناك رابط بين سيدي عبد الله الشريف وبين مقبرة الشرف أو بين قنطرة الأولياء أو ما يعرف بديوان الأولياء، وذلك المكان الذي كان محبذا لاجتماع الأولياء وكذلك للتدريس فيه، علما أن أصحاب أبي الحسن الشاذلي كانوا يدرسون في ذلك المسجد وفي ذلك المكان. بدليل أن أبي الحسن الشاذلي فيما يؤكده حسين السجومي قد درس بها، بل أن حسين السجومي يقول إني قد تلقيت على أبي الحسن الشاذلي في الركن الغربي من جامع الصفصافة. وإن لم يذكر سيدي عبد الله الشريف ضمن 40 من أصحاب أبي الحسن الشاذلي،
إلا أن ابن الصباغ يضيفه إذن إلى أصحاب أبي الحسن الشاذلي ويعتبره من أصحاب الشاذلي الأربعين، ولهذا ما يبرره. عاش في الفترة التي تأسس فيها التصوف الطرقي والتيار الشاذلي فيه بالتحديد في مدينة تونس، تقريبا ما يقارب 27 زاوية تحمل اسم عبد الله الشريف أو سيد الشريف. لكن هؤلاء الأولياء وهذه الزوايا في الحقيقة هي في مرحلة متأخرة مقارنة بسيد عبد الله الشريف. شخصية ثانية من الشخصيات الولائية يعني المفاتيح لمدينة تونس هي شخصية علي الجرجاني، كانت يعني ترتاد هذا الجامعة لتدريس من يسميه هو بالإخوان، تدريس الإخوان أو تعليم الإخوان مصطلح صوفي علم الديانات، مما يشير إلى أن يعني المجالس لم تكن إذن مجالس إذن فقط إذن سماع، وإنما مجالس كذلك إذن فقهية، بالإضافة إذن إلى شخصية أخرى هي شخصية سيد علي الحطاب أبو الحسن علي الحطاب، يعني راعي الرعاية وصان إفريقية هكذا تلقبه كتب المناقب، الذي شهد بهذا الفضاء وهو يعني يعظ الناس، وقد اجتمع حوله إذن خلق كثير ويربيهم على السنة وتعليم الطريقة، سواء كان السلاطين في الفترة الحفصية أو البيات، نجد أن كل شخصية سياسية كانت مقربة إليها أو يستمد شرعيته من هذا الولي الصالح، يتبرك به ويستشيره أيضا ويطلب منه الاستشارة والمعرفة. من شدة اعتقاد البيات والعثمانيين وقبلهم الديات أو الأتراك بصفة عامة أنهم كانوا يحبذون الزوايا لدفن موتاهم على غرار عثمان دي، أول دي حكم تونس عثمان دي تم دفنه في زاوية سيدي بن عروس، كذلك كبيرة مامير زوجة علي باشا الحسيني الأول دفنت في مقام سيدي بن حسن الشاذلي، كذلك حسين بن علي بناء في التربة. كانوا البيات وكل جامع تقريبا أسس، جامع حمودة باشا، جامع يوسف دي، جامع حمودة باشا الحسيني، إذن هذه أو جامع حسين بن علي في الصباغين، هذه الجوامع المنشآت المعمارية كانت مركبات معمارية نجد فيها دائما تربة، هذه التربة للمؤسس للبي أو للدي، وفي نفس الوقت يترك مكان لأحد الشيوخ أو الأولياء ليدفن قربه تبركا به وطلبا لشفاعته يوما في يوم القيامة. تربة البي أو تربة البيات الحسينيين هي مقبرة جنائزية اللي تم البناء في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي مع علي باي الثاني. ضم 14 قبر من البيات اللي حكموا في الدولة الحسينية، وداخل الغرفة اللي نسميها غرفة البيات الكرسي نجد 13 بي تم دفنهم داخل الغرفة هذه. نجد قبر علي بي الثاني اللي موجود بجنبه الولي الصالح سيدي حسن الشريف، نلقاو القبر متاعو مختلف على القبور اللي موجودة داخل الغرفة الجنائزية، ويتمثل في تابوت خشبي تعلوه نقيشة
البيات هذوما كانوا يحبوا يتقربوا ويتبركوا بالأولياء الصالحين، وظهر هذه نلقاها كذلك حتى في العهد الحفصي، وهذا معناها عنده بعد سياسي، عبارة هو يتقرب بصفة غير مباشرة من الأهالي باش يكسب ثقتهم. زاوية سيدي قاسم الجليزي نلقى العديد من قبور متاع السلاطين الحفصيين اللي تم دفنهم بجانب ضريح الولي الصالح. هذا سيدنا بن علي مؤسس الدولة الحسينية تدفن بالتربة اللي موجودة بمنطقة الصباغين بجانبه اثنين من الأولياء الصالحين، وهو سيدي قاسم الصبابتي وسيدي قاسم الباجي. ونحن من طقوس دفن البيات ويتم نقله إلى باب سيدي عبد الله الشريف اللي هو يتواجد بجانب مقام الصالح لسيدي عبد الله الشريف، وذا يورينا كذلك كيفاش اللي هما كانوا كذلك يتقربوا من الأولياء في حتى في طقوس الدفن انطلاقا من مقام الولي الصالح سيدي عبد الله الشريف باش يهبطوا به في ساحة القصبة ويؤديوا عليه صلاة الجنازة، ومن ثم ساحة القصبة يتم رفع الجثمان متاعه على الأكتاف كذلك حتى يجي للمثواه الأخير اللي هو في مستوى تربة البيات اللي احنا متواجدين فيها حاليا. الواقع تاريخ التصوف هو لصيق بتاريخ الديانات بصفة عام، بمعنى أننا عندما نفكك لفظة التصوف في ذاتها سواء كانت من أهل الصفة، وأهل الصفة جالسوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أول المساجد التي بنيت، أو أرجعناها إلى أصل فلسفي ألا صوفيا، أو أرجعناها إلى اشتقاقات أخرى، كلها تفيد من جملة ما تفيد أنها تستقي أهميتها من الروحانيات التي هي على ملك ديانات العالم. إن التصوف كظاهرة ينقسم إلى قسمين، يعني قسم أول يجد ذاته في تصوف الأفراد وهو مرتبط بالزهد، والقسم الثاني مرتبط بالتصوف المنظم أو تصوف المؤسسات أو تصوف ما يسمى بتصوف الطرقي لاحقا، الذي سيتركز ببلادنا انطلاقا بالأساس من القرن السابع للهجرة القرن 13 للميلاد مع أبي الحسن الشاذلي وأصحابه الأربعين. أقدم ولي وجد في مدينة تونس هو سيد علي بن زياد صاحب مالك بن أنس صاحب المذهب المالكي وناشر المذهب المالكي في مدينة تونس وفي البلاد التونسية. يقول مالك ابن أنس: من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن تفقه ولم يتزهد فقد تفسق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. ومقامه ما زال إلى اليوم ضريح الولي سيدي بن زياد، بل أصبح رمز الهوية العربية الإسلامية في مدينة تونس. النهج الذي يوجد فيه ضريح أصبح يحمل اسم الولي، نهج سيدي بن زياد، ومن هنا كانوا الأولياء لهم رسم للهوية العربية الإسلامية في مدينة تونس. أخذ التصوف في شكله الإسلامي ناحية مدارس، مدرسية، المدرسة الطرقية، المدرسة الفلسفية، التصوف الفلسفي ما يعبر عنه بالتصوف الفلسفي، أو ما يعبر عنه كذلك بالتصوف السني، واللي هو في علاقة مباشرة مع الكتاب والسنة، وخاصة جانب الإحسان وجانب الإيمان، ونجد في أي القرآن ما يفيد ذلك. والمتصوف عادة عندهم تكوين متين في القرآن والسنة والفقه، ومنه معناتها ينخرطون في السبحات الصوفية سواء من جانبها الفلسفي كما بدأت حركة الزهد. الظاهرة ظاهرة الزهد أولا في تاريخ إفريقية، تاريخ البلاد التونسية، يعني ليست مرتبطة بالفتوحات الإسلامية والتطور الإسلامي من تاريخ البلاد. هي هناك تأثيرات
للمذاهب الدينية في المجال التصوف. وتونس مثلها مثل باقي البلدان العالم العربي والإسلامي شهدت هذه المرحلة في التصوف المذهبي. تاريخ التصوف في البلاد المغاربية بصفة عامة وفي تونس هو تاريخ الإسلام كذلك. كيف دخل الإسلام إلى هذه الأرض؟ إذن بدأ بالزهد، بحركة الزهد، ونعرف أن الإسلام انتشر في هذه البلاد وأخذ الألوان التي كان عليها في مبدئه في حركته الأولى، يعني في أرضه. وكيف سافر الإسلام إلى كثير من البلدان وأخذت هذه البلدان حركة الزهد وتطورت إلى المقامات والأولياء. ثم في مرحلة ثانية تحدث عن الولي المرابط. الولي المرابط هي مرحلة التصوف المرابطي، وقد انتشرت خاصة في الحقيقة في سواحل البلاد التونسية، لأن الرباطات بنيت منذ العهد الأغلبي لمراقبة الثغور ولمراقبة المناطق الحدودية البحرية، فأصبح للولي دورا جهاديا رباطيا. حركة الصوفية بتقاطع شهادات المختصين كبرانشفيك على سبيل المثال، يعني لن تبلغ أقصى عدها التصاعدي إلا في الفترة الحفصية، وبالأساس مع أبي الحسن الشاذلي ومدرسته، ومع من سموا بأخيار إفريقية السبعة، وعلى رأسهم أبو سعيد الباجي وأبو علي النفطي وأبو يوسف الدهماني وأبو محمد عبد العزيز المهدوي وابن هناس الهيبوني. انتشار الطرق في تونس كما نعلم كانت البلاد يعني إمبراطورية عثمانية، الإمبراطورية الكبرى معناتها الحدود مفتوحة بين هذه البلدين، بين المغرب والجزائر وتونس. لذلك فشخصي كما الشاذلي مثلا لقوا شيخ ابن مشيش من المغربي، وفما حركات تصل إلى ليبيا بين الجزائر وتونس وليبيا، وعرفت خاصة في فترة الاستعمار كانت لها أدوار، بمعنى أنه هذه الطرق وهذه الزوايا وهذه الشخصيات المعلمة لهذه الزوايا ارتبطت بتاريخ بلدانها، سواء في فترة الاستعمار أو في الأدوار التي لعبتها في هذه الفترة وقبلها وبعدها. أصحاب أبي الحسن الشاذلي هم كبار تلاميذه، وهم بالأساس بل ابتداء وانتهاء بين قوسين من التونسيين، مما يؤكد أن البصمة يعني التونسية الإفريقية في التصوف يعني المغاربي، وقسم كبير من التصوف الإسلامي الذي يمتد من المحيط الأطلسي حتى البحر الأحمر. تقريبا من نهاية العهد الحفصي إلى نهاية العهد القرن 19 نهاية العهد العثماني أصبح جل الأولياء منخرطين في الطرق الصوفية، حتى أن وجدت أولياء محليين لأنهم يتبنون طرق صوفية سواء كانت مشرقية أو مغاربية. عندما نتحدث مشرقية نتحدث على الطريقة القادرية سيدي الجيلاني، نتحدث على الطريقة مغاربية نتحدث على الطريقة المدنية الجزائرية سيدي أمودين شعيب، نتحدث عن البلاد المغرب سيدي التيجاني أحمد التيجاني، نتحدث على ليبيا نتحدث على سيدي عبد السلام الأسمر، إذن الطريقة السلمية. إذن كل هذه الطرق الصوفية أصبحت الإطار العام لظاهرة التصوف من نهاية العهد الحفصي إلى امتداد العهد العثماني. فترة القرن السابع للهجرة، 13 للميلاد، أوج العصر الحفصي هي التي ستشهد فيها الظاهرة نقلة نوعية من التصوف الفردي، تصوف الأفراد سواء كان التصوف تصوفا نظريا أو تصوفا سلوكيا، إلى يعني تصوف منظم داخل في إطار ما يسمى بالطريقة، ويعني متمركز في إطار هذه المرة ليس إطار المسجد ولا إطار الرباط، وإنما إطار هو مؤسسة الزاوية. نجد روايتين أساسيتين. رواية أولى تنسب حقيقة الولي التاريخية، ورواية شفوية تعود بنا إلى جذور ذهنية اجتماعية أكثر منها حقيقة تاريخية. عندما تحدث أن هذا الولي أصله من بلاد المغرب أو من الساقية الحمراء وأتى إلى تونس واستقر بها، في حين أنه محلي أتى من منطقة شاذلة من جهة تونس واستقر في بلاد تونسية. هناك أولياء هم محليون، هم تونسيون من أصول تونسية، لكن المريدين وأتباع الطرق الصوفية ينسبون
دائما هذه الجذور الشرفية، لأنهم الانتساب إلى بلاد المغرب هو انتساب إلى الدولة العلوية، إلى الأشراف، إلى أنهم من جذور إما تعود بهم إلى الخلفاء الراشدين. معنى الإحسان ومعنى الزهد يعني بدأ حتى من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى يحسب على هؤلاء أهل الصفة وغيرهم ما يحسب لغيرهم من نفس الروحاني ومن نفس الصوفي الذي أخذ بعد ذلك أسماء، سواء كان من أصل إيرانية، من أصل فارسي، أو من أصول ديانات سابقة للإسلام كما قلت، أو كذلك لما تلبس بالأراضي التونسية وانتشر فيها. بعض الجاليات الأخرى المستقرة بلاد التونسية كانت تجلب معها أوليائها، حضور العثماني جلبوا معهم أوليائهم، وسيد البقتاش وهو دفين منطقة مكتبة الديوان حاليا، هذا الولي جاء مع الحملة سنان باشا واستقر في تونس ودفن وأصبح وليا للجالية التركية في فترة، ثم تبنى الأتراك الأولياء والطرق التي المحلية بلاد التونسية لمزيد السيطرة على المجتمع التونسي، وكذلك لأنهم كانوا يعتقدون كثيرا في الأولياء ويقفون بأبوابهم ويشيدون لهم الزوايا والمعالم واعترافا بكراماتهم وتقديسا لهم. صالح قبل ما يكون ولي معناه عرف بصلاح هو إنسان عالم، ولا يتخذ الله وليا جاهلا وإن اتخذه جاهلا فيعلمه، يعني الأولياء ذوما من خاصيتهم العلم. في تونس عندهم تاريخ كبير منذ مئات السنين، عندهم علم الظاهر يعني كانوا فقهاء يعلموا الناس دينهم، أو عندهم زادة علم الباطن. المقامات الصوفية هي عادة تعود إلى أولياء، والولاية هي رتبة من رتب التصوف التي يصل إليها العارف بعد أن يقطع أشواط فيما يعبر عنه بالأحوال، ويحلو لبعض المتصوف القول بأنه المريد يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله. الظاهرة الصوفية باعتبار أن يعني الزهد هو الأصل فيها، هذا الأصل يعبر في الحقيقة عن ردة فعل، ردة فعل إزاء يعني الترف الذي غزا المجتمع عبر التاريخ الإسلامي وانتفعت منه فئات يعني اجتماعية، هي فئات أعلى الهرم الاجتماعي، أعني الأغنياء من ناحية وأصحاب السلطة الاجتماعية والسياسية من ناحية ثانية. لأن السلطة في حد ذاتها كانت متبنية لهذا التيار، متبني لأولياء المدينة ولزواياهم، وخاصة نشأة الزاوية كمعالم احتضان ظاهرة التصوف نشأت في العهد الحفصي. الزاوية دورها الأول هو دور اجتماعي، دور خيري، هو إطعام المساكين ومعناها إيوائهم في الظروف، لكن هذا التطور شيئا فشيئا أصبح للزاوية دور أيضا ديني، وهو دور العبادة ودور التدريس. هؤلاء الأولياء واللي عددهم كبير في تونس وتاريخ إفريقيا وشمال إفريقيا تقريبا كله معلم بهذه الزوايا وهذه الطرق، سواء الطريقة الشاذولية أو الطريقة التيجانية أو الطريقة السنوسية التي نجد لها أثرا في ليبيا. لدينا مصدر يعتبر من أهم المصادر ومن أقدمها، وهو مخطوط يحصي لنا عدد المساجد وعدد الزوايا، وفي هذا المخطوط تقريبا نجد قرابة 300 مسجد وثلثها زوايا، وهي موزعة بين ثلاث نواتات، يعني مدينة تونس، ربط باب السويقة، وربط باب الزيرة. في مدينة تونس كان هناك تقريبا 152 زاوية بداية العهد الحفصي إلى منتصف القرن الثامن عشر من خلال إحصاء الموجود بالأرشيف الوطني التونسي. في أواخر القرن التاسع عشر تقريبا هناك وقع خلط بين المسجد والزاوية، فهناك مساجد أصبحت
تعرف بزاوية وزوايا أصبحت تعرف بمسجد، مثلاً مسجد السيدة عجولة اللي هو كان زاوية السيدة عجولة، ست مسيكة مسجد السردوك اللي هو ذا كان سابقاً زاوي. مع تراجع المريدين وتراجع هذا الدور الاجتماعي للزاوية، بدأت الزاوية تفقد العديد من وظيفتها وتفقد حتى المريدين والزائرين، واقتصر دورها على الدور الديني، على دور هذه الزاوية كمسجد، وأصبحت هذه الزاوية تعرف مسجد. مسجد سيدي جبالي الموجود في بطحة باب السويقة مقابل نهج الباشا الذي كان قبلا يعرف بزاوية سيدي جبالي، أيضا زاوية سيدي بن جردان الموجودة في باب الزيرة التي أصبحت اليوم مسجد سيدي بن جردان، علما وأن هذه الزاوية كان لها دورا كبيرا وكانت لها أهمية في عهد علي باي في سنة 1757 و58، ثم تحول شيئا فشيئا إلى مسجد، واليوم يعرف بمسجد سيدي بن جردان. ثم من النصف الثاني من القرن، من بداية القرن الثامن عشر إلى نهاية القرن التاسع عشر، تطور هذا العدد الهام للزوايا ليصبح تقريبا في مدينة تونس وربضيها بربض باب الجزيرة وربض باب السويقة تقريبا 324 معلم، علما أنه بكامل تراب الجمهورية هناك تقريبا في نهاية القرن التاسع عشر 1250-1300 زاوية. في أواخر القرن التاسع عشر تعرضت هذه مجموعة من المساجد إلى الهدم، سواء كليا أو بعض أجزائها. تزامن ذلك مع وجود بعض العائلات الفقيرة والمعوزة والتي لا تجد لها مسكنا لإيوائها، فأضطرت للتحيل أقول هنا للسكن بهذه المساجد من خلال بعث رسائل لجمعية الأوقاف والطلب منها السكن بهذه الزوايا، وذلك تعتيما على هوية المسجد، طبعا باعتبار أن المسجد هو بيت الله المقدس الذي لا يباع ولا يشترى ولا يسكن. هناك بعض المساجد الأخرى التي توجد بالحارة، الحارة بداخل مدينة تونس، وعندما بدأت هذه الحارة تتوسع على حساب الأحياء المجاورة لها كانت طبعا تضم بعض المساجد وتعتيما أيضا الهوية بالنسبة لليهود القاتلين هناك، تسمت هذه المساجد بالزوايا مثل مسجد سيدي بيان الذي أصبح يعرف بزاوية سيدي بيان وغيرها كثير، خاصة تلك المساجد الموجودة بحومة الجرابة. وقع تفطن بعد مدة إلى هذه العملية، وكان من الوزارة وجمعية الأوقاف استرداد هذه المعالم، لكن أصبحت هذه التسمية تسمية زوايا ليس لصيقة بالمسجد. الزاوية عندها أدوار أخرى، عندها أدوار مواقيت يجتمع فيها الناس، فيها أوراد، فيها ذكر لشعر وزجل، فيها مريدين على هذه الطريقة، والطريقة عندها نسقها في الدعاء وفي من ينتسب إلى الطريقة وفي الإنشاد الصوفي، نمدح الكتاب ورجال تونس بالجملة علي الحطاب، تلقى فيه تاريخ تونس كله هذه المدح، ويرددها الناس دون أن يفهم حتى معنى الخطب فيها. ولكن هذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن هذا في النسيج الاجتماعي ومعناتها الفكري للشعوب، وأنه يردده لأنه يستجيب إلى حاجة ربما ما في ذاته وفي ذاكرته. ننظم الأوزان جبل مدحال من شيهي بيت الأوطان سيدا يا منوبية سالك مملوك ليس طالب فدوية الله داوي داوي بدواك على الله يا برا الليبية. هناك زاوية كمؤسسة معمارية، أي مركب معماري فيها بيت صلاة، فيها غرف، فيها مدرسة، فيها مصلى، فيها بيت ضريح، فيها مطبخ. إذن الزاوية فيها الألوان، فيها ضريح، فيها شيخ، فيها الطريق. والهندسة المعمارية للزاوية نجد فيها أما أن تكون بيتاً وتكون هي نفسها بيت صلاة، أم أن تكون هناك عدة بيوت لإيواء هؤلاء المساكين وأطعامهم إلى جانب بيت يعتبر هذا بيت صلاة. هناك بعض القباب والتي تصنف كزوايا، هناك عديد الخلوات والتي تصنف كذلك كزوايا، وهناك مصطلح مقام
على غرار مقام سيدي محرز، مقام سيدي بن عروس، مقام سيدي بالحسن، مقام المنوبية. هي مقام للحضرة والتقدم، ونشتم فيها رائحة العطور ورائحة البخور والحناء، ونرى فيها الأيادي معناتها على ونرى فيها المذابح، معناتها المذابح التي تقدم ونرى فيها الولائم. وهي كانت هذه الزوايا إلى حد قريب يعني من تاريخ تونس كانت تستقبل الفقراء وتستقبل ناس يعني تقوم بأدوار اجتماعية. الزوايا لم تكن المعلم الوحيد لاحتضان الظاهرة الصوفية، بل هناك عديد المعالم الأخرى على غرار الخلوات. الخلوة هي معناها ممكنش الناس أغلبيتنا معناها يقول لك شنية هالمكان السري هذا، شنية هالكيما الميستيغ، ولكن هو في الأصل هو مكان يمتاز بالهدوء. هي غرفة ملحقة بالزاوية، وتلك تكون غرفة صغيرة للولي أو للشيخ للانفراد بذاته ولممارسة طقوسه والاختلاء بذاته مع الله سبحانه وتعالى. يحب يبعد عن الناس، يحب يبعد عن الرياء، يمشي ينعزل فك الخلوة هذيك ويتعبد ربي معناها في هدوء. عديد الأولياء في الحقيقة لهم عديد الخلوات، على غرار سيدي محرز، على غرار سيدي أبي سعيد الباجي مقامه في سيدي بوسعيد، لكن له خلوات مدينة تونس. سيدي بالحسن في حد ذاته له تلك الخلوة المغارة الشاذلية، وله عديد الخلوات أخرى بمدينة تونس. سيدي محرز كذلك له خلوة في أريانا، وله عديد الخلوات في مدينة تونس رغم أن الزاوية في باب السويق. نذكر مثلا فما المغارة الشاذلية، فما زادة زاوية سيدي علي المكي اللي فيها زادة خلوة سيدي محرز بن خلف، فيها خلوة للا أم الزي، ولكن فيها زادة خلوة سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. احنا نعرفوا لي سيدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في الغار قبل البعثة وبعد البعثة زاد، وكان يقضي بالليالي والأيام. فلعل الأولياء تأسياً بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يتخذوا مكان بعيد باش يركزوا في العبادة هذه، يعني عندها أصل في الدين، معناتها مش من مش هكيكة، معناها مش حاجة فولكلوريك. الخلوة خصائصها، وكل خلوة تعود لزمان، معناها مش الخلوات الكل تبنيو في نفس الوقت. وكل خلوة كيفاش تلقى مثلا خلوة كما قلت لك يعني في جمع الزيتونة فما خلوات راه تلقى ساعات مثلا خلوة تبدا مسكرة كومبليتمون معناها حتى لاكسي ليها صعيب، تلقى مثلا مغارة شذولية معناها وحدها لازمها بحث. ولكن اللي صالح زاد فما عنده بما تسمى بخلوة الجلوة، معناها يبدا حتى ما بين الناس يبدا في خلوة وفي أنس مع ربي. وفي الأرشيف الوطني نجد عديد الإشارات التي تؤكد على أن هذه الخلوات تحترم بما تحترم به الزوايا، أي أنها تصنف كزوايا ومثلها مثل القباب. الزاوية كان لها دور ديني ثم دور سياسي، وخاصة ظهر ذلك مع الاستعمار. الزاوية لعبت أدوار مع الاستعمار ضده أو معه، لذلك يلتقي الجانب الاجتماعي بالسياسي ويعبر على ذلك التداخل في النسيج الاجتماعي. إن التصوف هو نوع من السلطة المضادة لأي سلطة رسمية، سواء كانت هذه سلطة اجتماعية أو سلطة سياسية أو سلطة عسكرية أو حتى سلطة دينية. سيد إبراهيم الريحي في فترة من الفترات معناتها في فترة الحفصية، في الفترة الحفصية كان سفير لتونس في مسألة لا تتعلق بالدين، كان سفير لتونس في مسألة تتعلق بتوفير الحبوب، توفير الحبوب للإيالة التونسية من المغرب، ووقع إسناد هذه المهمة له لأنه يحسن ربما العبارة، لأنه فعلا هناك علاقة بين السياسي والطرقي. الشاذلي كذلك نعرف أنه سافر إلى مصر وشارك في معركة المنصورة، وكانت عنده أدوار في حملات الصليبية إلى غير ذلك، وكان في خصومة كذلك مع السادة القومي في تونس بالنظر إلى أنه كان يستجيب المريدين. الصوفي بمثابة البطل الشعبي المعبر عن طموحات فئات أدنى الهرم الاجتماعي، ولم يكن التصوف البتة ظاهرة
انعزالية فيها كذلك أدوارها التي لعبتها في الإنماء الاجتماعي في الوقوف ضد المستعمر الفرنسي أو المستعمر الإيطالي. المحتل الإيطالي كتب في مذكرات من جملة المذكرات التي كتب قال وجدنا طريقة لا هي معناتها طريقة صوفية بإطلاق ولا هي حركة سياسية بإطلاق، بمعنى أنه كذلك الزوايا كانت نقطة وصل بين السلطة بما هي سلطة سياسية والسلطة التيوقراطية أو السلطة الدينية. الرباطات البحرية التي ارتبط مفهوم الرباط فيها بالزهدي والتصوفي حتى تداخل مفهوم المرابطين مع مفهوم المتصوفة في المغرب الإسلامي، حتى أن الفقهاء كصحنون كانوا يقضون مدة من السنة في شهر رمضان على سبيل المثال للاحتراس يعني المرابطة. سيدي بالحسن الشادي، لأن المغارة الشاذلية تلعب تقريبا نفس هذا الدور، هي في موقع استراتيجي زاوية سيدي أبي سعيد الباجي خارج مدينة تونس، كذلك في موقع استراتيجي تكون هناك أماكن رباطات مبنية قديما، لكن الولي يتعبد نهارا ويراقب ليلا. لا نجد في التاريخ الإسلامي بمعنى معركة أو قتل أو دماء سالت كما صار في الفرق الإسلامية، مثلا الفرق الإسلامية الكلامية بمعنى زهقت الدماء لأجل مسائل فكرية من المفروض ألا تزهق فيها، مثلا قضية حدوث القرآن أو هل أن القرآن حادث أم قديم، يعني مسألة فكرية ممكن يختلف فيها الناس، ولكن لما يطوقها السياسي ولما تطوقها الهوية تولي فما مصالح أخرى تتدخل. ولكن التصوف حافظ دائما في تاريخه كله على هالنزعة السلمية، بمعنى أن السلم هو مطلب صوفي بالأساس. قال لي يا ولدي إني سألتك في أول قدومك إلي عن بلدك وهل هو قريب من المسلمين وهل يغزونكم أو تغزونهم لأستخبر به ما عندك من المنافرة للإسلام، فاعلم يا ولدي أن البرقليت هو اسم من أسماء نبيهم محمد عليه السلام وعليه أنزل الكتاب الرابع المذكور على لسان دانيال عليه السلام، واخبر أنه سينزل هذا الكتاب عليه وأن دينه دين الحق ومنه هي الملة البيضاء المذكورة في الإنجيل. قلت له يا سيدي وما تقول في دين النصارى؟ فقال لي يا ولدي لو أن النصارى أقاموا على دين عيسى الأول لكانوا على دين الله، لأن عيسى وجميع الأنبياء دينهم دين الله تعالى. في عهد سلطان الحفصي أبو العباس أحمد هو ظهور الولي سيدي عبد الله ترجمان الميروقي، وهو قس مسيحي من مدينة مايوركا اسمه أنسليم نورمادا. هذا القس أسلم، تبنى الديانة الإسلامية، تحول من تقريبا من تصوف مسيحي إلى تصوف إسلامي. سيدي عبد الله الترجمان أو سيدي تحفة، والتي بنيت لها قبة في مدخل أسر الجين، سيدي تحفة هذه التسمية هي نسبة لكتاب كتبه يعرف بتحفة الأريب في الرد على أهل الصليب، واسمه سيدي عبد الله الترجمان وهو نسبة لوظيفته وظيفة الترجمة. تزوج تونسية وأنجب ولدا اسمه محمد، وزاويته معروفة قرب باب السراجين بمدينة تونس. هذه القبة هي رمزية لاعتناق الدين المسيحي للإسلام، باعتبار أن هذه الشخصية هي شخصية مسيحية وليست أي شخصية، بل كان قصا وكانت له مكانته في الأندلس وخاصة تحديدا في جزيرة مايوركا. وفي مقدمة الكتاب يشرح كيف بدأ يعرف أو يعلم عن الإسلام من خلال قص كبير. عندما وجد هذا القص المسيحي في الإسلام ما لم يجده ربما في المسيحية،
رأي أن الإسلام تقريبا أشمل من الجانب المسيحي أو مديانة اليهودي. قدم إلى تونس أين استقبله ثلة من المسيح ورحبوا به شيئا فشيئا إلى أن تعرف إلى الطبيب السلطان آنذاك أبو العباس في أثناء القرن 15 واستدعاه إلى قصره وأسلم على يده. اشتغلت مثلا سابقا عن علاقة المسيح بالتصوف الإسلامي وكيف نجد في كتب الصوفية ذكر للمسيح وذكر لختم الأولياء نلقاو فيها مسألة أنه عيسى ختم الولاية بإطلاق، محمد صلى الله عليه وسلم ختم النبوة بإطلاق، وفي ذلك كلام كثير بين ابن عربي وغيره من كبار المتصوفة في العالم، نجد لهم مقامات وأحوال وأفكار وتصورات وفلسفات تتصل بكل الديانات. هناك بعض المصادر التي تحين ترجع هذه المغارة إلى قص مسيحي قبل الحضور الإسلامي بالبلاد التونسية. كان هناك راهب مسيحي كان يختلي في تلك المغارة لربما لموقعها الاستراتيجي أو لأهميتها الدينية. هذه المغارة ورثها سيدي أبو الحسن الشاذلي، وكانت هذه المغارة هي خلوة الولي. أشير إذن إلى الرب فراجي شوات دفين ذن تستور، وهو في المخيال الشعبي العام والمخيال اليهودي يرقى إذن إلى مقام الأولياء. يهودية كانت ربما حمست قافلة عندهم ما يعبر عنه بصوفية العرش، حمست قافلة إلى الله، وكانت تعتبر طبعا أنه شعب الله المختار. الحديث عن التصوف في حد ذاته هو ليس صراعا مذهبيا فقط، بل أن التصوف ظاهرة إنسانية، أي أنه تجاوز المجال الديني الإسلامي إلى ظاهرة إنسانية. فنتحدث عن تصوف يهودي، تصوف مسيحي، وتصوف فلسفي، وتصوف شرق آسيا، تصوف في الهند، ثم تصوف إسلامي. هو الأثر والمؤثر والصدى ورجع الصدى لا شك أنه موجود في كل ديانات العالم. وأنا أؤمن شخصيا بالتراكم، تراكم الفكرة، بمعنى عندما ننظر إلى حتى مقام الولي الصالح، ننظر إلى النذور مثلا، العطايا، الهدايا، هذه عندما نحفر في التاريخ سنجدها موجودة. يعني الطقس النذر، الطقس النذري أو العطية أو الذبيحة هو من أقدم الشعائر الدينية في العالم، لذلك يحتوي هذا الفضاء كذلك. لا يمكن أن نتحدث عن الإسلام كدين وكثقافة وكحضارة بمعزل عن الأديان السابقة وعن الحضارات السابقة. هذا ثابت حتى بنص الدين ذاته الذي ما جاء لينقض الناموس أي القانون، وإنما جاء ليكمل الناموس. وبعض الباحثين المستشرقين على غرار أوكتاف دوبون وإكزافيو كوبروني يقولون بأن الإنسانية وجدت دائما في الأديان على اختلافها، على اختلاف بعدها الروحي الذي تجاوز كل ما هو دنيوي. بالنسبة للمسيحية عبر المسيح يعتبروا أنهم كذلك المسيح معناتها يقدموا تقربة لله، وعبره وعبر التصور الثالوث المقدس أنه كذلك وعبر مفهوم المحبة اللي هو مقام في الإسلام وهو مشترك بين المسيحية والإسلام، حتى أن البعض في مقارنة بين المسيحية والإسلام يذهبوا إلى أن الإسلام تأثر كثيرا بالمحبة في المسيحية، وأن الراهبات المسيحيات أثرنا في الفكر الرابع العدوية لما ذكرت بعد ذلك أنها تحب الله لأنه يستأهل ذلك، بمعنى محبة الله لذات الله لا لغرض معناتها الوصول إلى الجنة. وإذا تحدثنا عن القديسين على سبيل المثال لسان، فإنما نتحدث عن شكل من أشكال الروحية مرتبط بالمسيحية. لو أخذنا المسيحية إذن مثلا، وما ينطبق على المسيحية ينطبق على اليهودية وغيرها. مهما اختلفت الديانة ومهما اختلفت الشرائع فإن التصوف هو الجامع، لأنه صفاء بالروح وبالذات البشرية إلى عالم الغيب أو إلى عالم الخلود. كان نعمل مجرد مقارنة بين اليهودية والمسيحية والإسلام نقوم فيما تراتب
وفما أنه مع الإسلام أصبح كذلك الحب خالصا لله، ويمكن أن نقيم على ذلك مقارنات كثيرة من حيث النصوص ومن حيث المدونة الصوفية سواء في نسختها المسيحية أو في نسختها الإسلامية ومع بدايات فقط محتشمة في الدين اليهودي. التصوف الإسلامي انبنى على نص ديني قرآني، أن المرجعية الصوفية عندما تحدث عن التصوف نجدهم يستشهدون ببعض الآيات القرآنية التي تدل أما على الزهد أو على المرابطة أو على الجهاد. إذن فالتأثير النص القرآني هو تأثير إسلامي وليس تأثير مسيحي أو تأثير يهودي. التصوف الإسلامي يعني إذا أردنا أن نبحث عن جذوره الثقافية والتاريخية فلا ينبغي أن نحصره في المجال العربي أولاً والمجال الإسلامي ثانياً، وإنما في مجال الإنساني ولا سيما في أديان وروحيات الشرق القديم. نجد بعض الديانات التي كانت تأخذ من بعضها البعض، أي أن الحضارات بحد ذاتها تنبني على أنقاض بعضها، فمبارك في هذه المجالات الدينية، لأن بعض الشرائع الدينية هي موروث قديم، هي موروث يعود بنا إلى ما قبل الديانات التوحيدية حتى إلى بعض الديانات الوثنية، بمعنى حركة الزهد في العالم والتي اقتبست كذلك عندما نسلط عليها بعض القراءات سواء من ناحية الأنثروبولوجيا الدينية أو من ناحية علم مقارنة الأديان أو من ناحية تاريخ الأديان، نجد أن المفردة الصوفية الإسلامية كانت في علاقة بمفردات التصوف في العالم، ولكنها اختلفت كذلك وأعطت ألوانها. القديسون في المسيحية يقومون مقام العباد والزهاد ثم المتصوفة والأولياء والصالحين في الإسلام. هو التصوف في شكله الإسلامي ربما يخذ علاقة عمودية، يقول لك أنت لا يمكن أن تصل إلى تلك التجربة إلا إذا مارستها، إلا إذا مريت بهذه التجربة. أنا أعطيك حتى اللغة بالنسبة للمتصوفة لها محمولات، يقول لك اللغة لا تحمل كل الدلالة، لذلك مشوا للرمز. ولكن هذا لا يعني أن الفلسفات الصوفية ما تمسش الآخر حتى ولو لم يخذ التجربة ذاتها، ولكن تأثروا بهذه الفلسفة. المتصوف ممكن أن تجده بربطة عنق اليوم، ولكنه في فكره عنده هذا المنزع، وأنه في عصرنا الحاضر اللي هو عصر مادي بإطلاق فما عودة كذلك للروحانيات وللنفس النقية، لأن المتصوف في نهاية الأمر هو متكلم باسم الحق وهو يبحث عن الحقيقة وهو يبحث عن الخروج من المحور المادي. صار التصوف مثل فلسفة حياة. عندما تخف الحركة ويسكن الليل تحل ساعات الصفاء ويتوافد المريدون مسرعين إلى المقام حيث يعتزلون مشاغل الحياة ويختلون بأنفسهم وينطلقون في تراتيلهم وترانيمهم الصوفية. أنتم آه يا سادة القلب ليكم شاش، أنتم آه يا سادة القلب ليكم شاش، أنتم آه يا سادة القلب ليكم شاش، علاش خلفت المريد وتركت العاد بالله بالله، قولوا قولوا هالغيب علاش، أنتم يا مبطاكم يا رجال الله بيكم طال رجاكم اغثوني لله، شغباكم نصبري ما بطاش، لاش خلفت المريد وتركت العاد بالله بالله، قولوا قولوا هكا علاش، خلفت المريد وتركت العاد بالله بالله، قولوا قولوا غلا